بدنا بس أربطها بآخر محاضرة، وآخر شيء أخذناه بآخر محاضرة. إحنا بآخر محاضرة بلشنا بشابتر 4، بلشنا نحكي عن الكومبينيشنال لوجيك، عملنا انترودكشن صغيرة مقارنة ما بين الكومبينيشنال والسيكوينشال لوجيك، وضحنا ان الكومبينيشنال سيركت في عندي ان انبوتس تدخل على الكومبينيشنال سيركت بلوك، تطلع عندي ام اوتبوت. عندي ان انبوتس ام اوتبوتس. طبعا الام اوتبوتس كل اوتبوت فيها زي ما شفنا المره الماضيه تي 1 تي 2 هذول انترميديت اوتبوت، والاف 1 والاف 2 الاوتبوت الرئيسيات اللي اخر شيء، كل واحدة لها تروث تيبل خاص فيها، كل واحدة لها كولوم بالتروث تيبل بيمثلها متى بتكون 1 ومتى بتكون 1 ومتى بتكون 0. اخذنا سيكشن 4.3 اناليسيس بروسيجر. الاناليسيس بروسيجر اخذنا فيها لو كان عندي لوجيك دياجرام كيف اقراها كيف افهمها، واخذنا مثال اللي كان فيه الانبوتس اي بي سي والاوتبوتس الانترميديت اوتبوتس كانوا تي 1 تي 2 تي 3، وبالنهايه طلعنا الاف 1 والاف 2 شفنا على التروث تيبل كل واحده كيف بتطلع بناء على السيركت دياجرام او اللوجيك دياجرام اللي تم اعطانا اياه. طبعا في مجموعه من الستبس بدنا نمشي عليهم. اول شيء بدنا نحدد الاوتبوت من كل جيت از انترميديت، بعدين بدنا نشوف الاوتبوت الرئيسيه النهائيه بنهايه الديزاين كامل اللي هم كانوا اف 1 واف 2. بعدين مشينا يعني كتبنا تي 1 ايش بتمثل، تي 2 ايش بتمثل، كتبنا اف 1 واف 2 ايش بتمثل، اف 1 ايش بتمثل ان تيرمز اوف تي 1 تي 2 تي 3، بعدين عملنا السبستيتيوشن عوضنا كل وحده ايش بتمثل جواها لبين ما وصلنا للاوتبوت باستخدام كتبنا البوليان اكسبريشن بالاعتماد فقط على الانبوتس الرئيسيه. يعني بالنهايه كتبنا اف 1 واف 2 as functions based on A, B and C only، ولغينا موضوع T1 أو T2 أو T3 أو F2 prime، هذول شلناهم وعوضنا محلهم إيش بيمثلوا in terms of A, B and C. فهي هي باختصار فكرة السكشن 4.3 اللي هو analysis procedure، كيف نعمل analysis للوجيك diagram عندي. بالمقابل في عندي ديزاين بروسيجر. لاحظوا اناليسيس بروسيجر عندي سيركت بتدامل عليها اناليسيس اشوف كيف الاوتبوت، اكتب بوليان اكسبريشن بمثل الاوتبوت ان تيرمز اوف ذا انبوتس. الان الامر مختلف بتدامل ديزاين. الان انا بحكي لي في عندي انبوت كذا في عندي اوتبوت كذا، بدك تعمل ديزاين لسيركت ينفذ لي هاي العمليه. طبعا ايش الخطوات اللي بدنا نمشي عليها؟ بدنا نفهم ايش تفضلي يا سماح. دكتور اسف بس بدي اعمل ريكورد لو سمحت. انت تقدر تعمل ريكورد. بالنسبه للديزاين بروسيجر الا وهو سيكشن 4.4 له بدايه محاضرتنا لليوم. The design of combinational circuits starts from the specification of the design objective. يعني إيش الهدف من الديزاين؟ إيش بدك إياه يعمل؟ ممكن نختصرهم بمجموعة من الستبس. The first step from the specifications of the circuit determine the required number of inputs and outputs. يعني انت بتحكي لي بدي ديزاين يعمل 1 2 3، بحاول افهم منك الديزاين اللي انت بدك اياه كم انبوت فيه وكم اوتبوت.
إذا أول خطوة بدي أحدد number of inputs number of outputs. طيب الخطوة الثانية derive the truth table that defines the required relationship between inputs and outputs. بدي أحاول أكون truth table اللي بيمثل العلاقة ما بين الانبوتس والاوتبوتس. الخطوة الثالثة obtain the simplified boolean functions for each output as function of the input variables. هلا احنا جهزنا التروث تيبل، ممكن نستخدم الكي ماب كيرناف ماب ونحاول نطلع simplified boolean expression. اذا step number 3 بدنا find the simplified boolean expression. Finally, step number 4, draw the logic diagram and verify the correctness of the design manually or by simulator. إذا بالنهاية مطلوب مني to draw the logic diagram. يعني خلصت كل إشي مطلوب، الآن ضل إني أرسم السيركت أو الديزاين اللي أنا بدي أبنيه اللي بيمثل الكونفيرجن ما بين الانبوت والأوتبوت اللي بدنا نصممهم. طيب خلينا نشوف اكزامبل، يعني الخطوات هاي ممكن تصير واضحه اكثر مع الاكزامبل. لو طلبت منك تصمم لي ديجيتال سيركت ديزاين، تحول لي الارقام من بي سي دي لـ Axis 3. هلا بتتذكروا بـ Chapter 1 إن ما خانتني الذاكرة، نعم في Chapter 1 Specifically Section 1.7 أخذنا كيف نمثل الأرقام من 1 ل 10 أو عفوا من 0. تكون بطريقة مختلفة. هاي الديسمال. هاي البي سي دي. وهاي X3. نفسهم بدي أعيدهم بنية الديسيمال. و بي سي دي. وأخيرا X3. نأخذ الأرقام 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. طبعا كنت حاب لو إني أجيبهم بجدول واحد، بس صار اثنين جنب بعض، يعني تخيلهم إنهم جدول واحد، يعني 3 columns only. بالبي سي دي كيف كنا نمثلهم؟ كنا الزيرو نمثلها 4 zeros. 0 0 0 1 0 0 1 0
and number 6 can 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 and 1 0 0 1. هذا كان البي سي دي. اكس 3 كل رقم زيد له 3، يعني مثلنا رقم 0 باي 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0. طيب الهدف من الديزاين المطلوب مني الانبوت بده ياخذ بي سي دي هاي السيركت، الاوتبوت بدها تعطيني يا جاهز الكود از اكس 3. يعني هاي السيركت اذا اعطيتها 4 زيروز از انبوتس لازم تعطيني 0 0 1 1. اذا دخلت لها 0 0 0 1 لازم تعطيني 0 1 0 0 وهكذا. طيب الانبوت اللي هو البي سي دي كم فاريبل او كم بت بقدر امثله؟ لاحظ انه بيستخدم 4 بتس. اذا الانبوت انا عندي 4 بتس. احنا هون قاعدين بنحاول نفهم الديزاين او الهدف المطلوب من هذا الديزاين. طيب ايضا ايش عندي بالنسبه للاوتبوت؟ هو بده اياه يطلع از اكس 3 اللي هو الاوتبوت. طيب الاوتبوت ايضا كم بت؟ ايضا 4 بتس. اذا مبدئيا الخطوه الاولى من الديزاين اني احدد number of inputs and number of outputs. اذا انجزنا اول خطوه. الخطوه الثانيه بيطلب مني التروث تيبل. التروث تيبل بحيث الانبوتس والاوتبوت كل بت فيها بيمثل فانكشن لوحده. خلينا نشوف كيف. لو رمزنا للانبوت اللي هو البي سي دي بالرموز A B C D اللي هم الفور بيتس الانبوتس بدي اسميهم A B C D، فراح يصيروا A B C D. طيب والاوتبوت بدي اسميهم W X Y and Z اللي هو طبعا الاوتبوت ايش بده يكون؟ X 3 بده يكونوا W X Y and Z. بدنا نسميهم الفاريبلز هاي، بدنا نعطيهم سيمبلز مسميات، سميناهم W X Y Z. وخليني برضه هذول ارفعهم شوي A B C D. ايش الكومباينيشنز؟ زيرو 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 1 هاي كل الكومباينيشنز from 0 to number 9 اللي
اللي هي البي سي دي نمبرز فروم 0 تو 9 ايش بيمثلوا بال ان تيرمز اوف اكسس 3 راح يمثلوا 0 0 1 1 0 0 عفوا 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 الآن كل واحدة بالأوتبوت بدي أطلع عليها على إنها إيش فانكشن لوحدها. فمثلاً لو بدنا الدبليو لاحظوا إنه الأوتبوت كانت 0 0 0 0 لعند الرقم 5 أو عفواً لعند الرقم 5 صارت 1 و6 و7 و8 و9 ones. طبعاً لما نحكي عن 4 inputs لازم يكون عندي 16 different alternatives، لكن لاحظوا البي سي دي هو بيستخدم لعند نمبر 9، بعد هيك بيعتبرهم ايش don't care conditions اللي بنمثلهم بالكي ماب باي اكس، وبستخدمهم 0 او 1 حسب حاجتي to get the simplified form. طيب خلينا نشوف الدبليو لحالها. هاي لاحظوا الارقام من 5 لعند 9 ones. إذن لو بدي أرسم كيماب فيه 4 variables راح أحتاج 4x4 كيماب الـ inputs اللي هم A B C D عندي الأرقام. لاحظوا أنا بعرف منها هاي 1 2 3 عفوا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 اللي معبيتهم باكس هم عبارة عن don't care condition، اللي عبيتهم بونز W هي موجودة فيها ونز. لاحظوا الأرقام هاي بتمثل كانت المين تيرم نمبر 5 6 7 وهي 8 وهي 9 وبعد ال 9 don't care up to 15. طيب نيجي نعمل grouping ونشوف simplified function لل W كيف بقدر أمثلها أعمل لها design as function من A B C D. طيب لاحظوا لو عندنا grouping الآن نقدر نأخذ ذول كلهم group واحدة. فعليا هاي الجروب إيش بتمثل؟ لاحظوا بتمثل، لا مش W يا محمد، بتمثل الحرف A. مين اللي ظل ثابت على كل هاي الأرقام؟ برافو عليك يا محمد، A اللي ظل الثابتة. إذن هاي كاملة بتمثل A. إذن أول تيرم عندي بW بيمثل هاي الجروب هو A. طيب ايش كمان عندي جروبينج؟ لسه في 3 ones مش داخلين باي جروب، نقدر ناخذ هذول جروب. نقدر نضيف عليهم شيء؟ لا، اكبر شيء نقدر نحصل 4. طب مين اللي ظل ثابت عندي هون؟ لاحظوا عندي ال 1 1 اذا هاي بتمثل بي، وعندي اللي ظل ثابت ايضا ال 1 هاي وال 1 هاي اللي هي بتمثل سي، اذا التيرم هو بي سي. طيب في عندي another group هي هاي الجروب، وهاي الجروب مين اللي ظل ثابت فيها؟ الدي ظلت ثابتة وأيضا البي، إذن هي راح تكون بلس بي دي. طيب من هاي الحال من هذا التابل طلعنا إنه دبليو بقدر أمثلها A or B ending with C or B ending with D. هذا الفانكشن هو اللي بيمثل الاوتبوت W.
خلينا نربط الأمور في بعضها، نرجع هون. إذا أصبحت الأوتبوت اللي اسمها W عبارة عن function in terms of the inputs اللي هم A, B, C, and D، والcombination إلها هي الfunction اللي طلع معنا هون من الكيمار. نفس الخطوة هاي بدي أفرغ المعلومات اللي عندي بهذا الكولون أيضا بكي ماب، ومن 10 لعند 15 don't care condition برضو هذا الكولون بدي أفرغه another كي ماب وأطلع الفانكشن بمثله، برضو زد بدي أفرغه بأنذر كي ماب. لاحظوا كل واحدة بتمثل output function وأطلع الفانكشن اللي بتمثلها. بعد ما أدخلهم كاملين رح ألاقي إنه ال W A plus B C plus B D. رح ألاقي أيضا إن هال X عبارة عن B prime C plus B prime D plus B C prime D prime. رح ألاقي أيضا إن هال Y، طبعا هذول كيف لقيتهم؟ أخذت الكولون الخاص ب Y عبيته ب K map 4x4 K map، طلعت السمبليفايد بوليان إكسبريشن كان C D plus C prime D prime. وبالنسبة لزد لما فرغت المعلومات اللي فيه بالكي ماب ورجعت طلعت السمبليفايد فانكشن رح ألاقي إنه دي برايم. طب هذا إيش معناه؟ خلينا نمثل W بشكل أصلي والباقي قياسا عليه. لاحظوا W هي إيش كانت؟ كانت A plus B C plus B D. معناها لو جبت A B C D واخذت A اخذت منها لاين، B مع C دخلتهم على AND gate، و B مع D دخلتهم على another AND gate، لاحظوا كيف ناخذ خط من بي، هاي معناها انه ماخوذ منها خط البولد. بالنهايه كلهم في بينهم ايش؟ اور جيت. اذا في عندي هون اور جيت والاوتبوت ايش بيمثل؟ بيمثل دبليو. اذا هاي اول اوتبوت. انا في عندي ايضا اكس واي اند زي. طيب لو رجعنا هون نشوف اكس كانت مثل هاي الفانكشن، راح احتاج ادخل البي على انفرتر، بعدين الاوتبوت ادخله على اند جيت مع سي، برضو الاوتبوت من الانفرتر ادخله على another AND gate مع D، برضو اخذ البي مع السي كومبليمنت مع الدي كومبليمنت ادخلهم على انفرتر، بعدين كلهم ارجع ادخلهم على اور جيت. هذا راح يعطيني مين؟